وزير مرحبا بكم. شكرا على الاستضافة، شكرا جزيلا. إذن سيدي، وبدخول المرحلة الأولى من استغلال منجم غراج بيلات، تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة جدا نحو تنويع مواردها الاقتصادية خارج قطاع المحروقات. ما هي تفاصيل خطة الجزائر لاستغلال منجم غراج بيلات؟ حقيقة في إطار تجسيد استراتيجية الدولة لتطوير المجال المنجمي، يشكل مشروع غراج بيلات في ولاية تندوف من أهم مشاريع قطاع وزارة الطاقة والمناجم. فدرسنا كثير هذا المشروع، وكان في المرحلة الأولى اللي رانا فيها الآن هي تجسيد المنجم، يعني ابتداء في إنشاء كل المرافق اللازمة للانطلاقة في تشغيل المنجم. غراج بيلات هو يعني غراج بيلات هو مشروع يعتبر منجم مشكل من ثلاث مواقع: موقع غراج بيلات الشرق، غراج بيلات وسط، وغراج بيلات غرب. مجموع هذا، وكذلك في منجم خامات الحديد رابع وهو مشري بشير. كل هذه الخامات الموجودة في ولاية تندوف تشكل احتياط جيولوجي يقدر ب 5.5 مليار طن من خامات الحديد. فمهم جدا تطوير هذه المناجم في ولاية تندوف، للهدف الرئيسي من وراء ذلك هو بعث كذلك المجال المنجمي وتشغيل المنجم لتوفير المادة الأولية اللازمة لتشغيل مصانع الحديد والصلب. تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة بعد عدة سنوات من الأشغال والدراسة، دراسة هذا المنجم في مخابر عالمية، منها مخابر في روسيا، في الصين، وكذلك مؤخرا في ألمانيا. وتحققنا يعني من جاهزية كل منتوجات هذا المنجم لتصبح يعني ممكن تسويقها واستعمالها في المصانع التحويلية، وكذلك مصانع الحديد والصلب في الجزائر. نعم جيد. إذن المشروع سوف يكون عبر مراحل وسوف يتحقق على امتداد 20 سنة. ماذا عن تفاصيل مراحل تطوير هذا المنجم سيد الوزير؟ حقيقة بالنسبة للمشروع حددناه في مرحلتين. المرحلة الأولى تمتد من سنة 2022 إلى سنة 2026. هذه المرحلة الأولى اللي راح نحضر فيها المنجم كما قلت لكم. تحضير المنجم هو مهم جدا. الآن رانا في صدد تحضير المنجم وتشغيل المنجم، يعني عملية الحفر، عملية تحضير كل المناطق المنجم، وكذلك إجراء بعض التفجيرات في المنجم لتحضير كل هذه الخامات الحديد لنقله من مدينة تندوف غراج بيلات إلى ولاية بشار، ومن بشار إلى الموانئ الشمالية. هذه المرحلة الأولى. يقدر الكمية التي ننقلها من غراج بيلات إلى بشار وإلى الموانئ الشمالية في البلاد حوالي 3 ملايين طن إلى غاية سنة 2026. أكيد النقل راح يكون عن طريق الشاحنات، وكل العملية مدروسة باش في نفس الوقت اللي نحضر فيها المنجم يكون فيها كذلك تحضير لصناعات تحويلية في تندوف وفي بشار، وكذلك في بطي وفي وهران، لكي في نفس الوقت يعني في بالموازات بتحضير المنجم وبدء في إنتاج خامات الحديد من مناجم غراج بيلات راح يكون كذلك صناعة تحويلية لإنتاج الكونسنتري مركز الحديد، المركز الحديد، وكذلك كوريات الحديد ومنتوجات كذلك مصنعة
كبلاد مثل ليبيات إلي فيضاي. فهذا كلها العملية اللي راح نقوم بها في جارج بلاد في تندوف وكذلك في بشار وفي بطيوة لتحويل خامات الحديد لمواد أولية ذات قيمة مضافة عالية تستعمل في صناعة الحديد والصلب. طيب ماذا عن المشاريع والهيكل المرافقة لخطة استغلال هذا المنجم؟ المشاريع الكبرى يعني من أكبر المشاريع اللي راح نبدأ تنفيذها في الثلاثي الأول من سنة 2023 هو السكة الحديدية، لأن من المهم جدا لازم تكون عندنا سكة حديدية لكي نتمكن من نقل كميات كبيرة من جارج بلاد إلى مصانع التحويل وإنتاج المواد الأولية. فكذلك بالنسبة لجارج بلاد راح يكون إنشاء مجمع كبير في جارج بلاد لتحويل لتحضير وتحويل خام الحديد لكي يسهل نقله إلى المصانع في بشار وفي شمال البلاد. الآن نتحدث ربما في سؤال الأخير سيد الوزير عن الانعكاسات الإيجابية التي ستكون مرافقة لهذا المشروع على غرار الانعكاسات الاقتصادية وكذا توفير مناصب الشغل. انعكاسات كبيرة راح تكون بالنسبة لهذا المنجم. أول انعكاس هو اقتصادي بحث، وهو توفير المواد الأولية لمصانع الحديد والصلب في الجزائر. كما تعلمون في طلب كثير على الحديد ويتطلب مواد أولية لإنتاج أنواع الكثيرة من الحديد، وحاليا تستوردها الجزائر، وحاليا نستورد مليار دولار من خامات الحديد لصناعة الحديد المختلف الحديد في بلارة وفي بطيوة مصنع كذلك في بطيوة. فالآن العملية الأولى هي توفير هذه الخامات بكمية كبيرة في الفترة الأولى 3 مليون طن، ولكن في الفترة عندما نمر من المرحلة الثانية من سنة 2026 بعد استكمال السكة الحديدية راح نمر إلى المرحلة القصوى لإنتاج في غرج بلاد اللي راح يوصل إلى 50 مليون طن باش ينتج لنا أكثر من 12 مليون طن من الحديد السائل. الهدف الثاني وهو مهم جدا هو توفير مناصب شغل كثيرة وعديدة في مختلف المستويات وبمختلف يعني لي فونكسيون وكذلك الشهادات عند الشباب. فراح يكون توفير يعني يد عاملة كبيرة ومناصب شغل عديدة في ولاية تندوف وكذلك في كل المراحل التحويلية لهذا المشروع، ومنها تقليص فاتورة الاستيراد. وفي الأخير فقط أريد التوضيح وتوضحون هذا سيد الوزير، أنه فيما يتعلق بالتسمية الآن نقول جارج بلاد بالنسبة للمنطقة، توضحون هذا وأنتم هي يقول جارج بلاد هي جارج بلاد مشروع جارج بلاد في ولاية تندوف، وهو مشروع جد مهم استراتيجي وراح يكون تجسيده بداية ابتداء من هذا الشهر وراح يمر بمرحلتين وتشوفوا إن شاء الله. إذا جارج بلاد بلغة أناس المنطقة وليس غارج بلاد. جارج بلاد نعم شكرا. إذا سيدي الوزير وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، شكرا جزيلا لكم على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. بارك الله فيكم.